مرحبا بو سير الاحمر ايش طاري يا كذا بس خير. انا قاعد يمكنني سمعت اوديو كذا شو الصحراء اللي راهي لك انت قاعد احنا قاعد معنا فيه فهمت، ونحن مولي الصحراء ما انا قاعد معدين به شيء، ما ربينا فيها ولا خلقنا فيها ولا عشنا فيها، ولان مولي مسؤولين عنها، ولان مولي ولان ونقدر نعيشوا بلا بها هفطان قدر لاي تراب جينا نعيشوا فيه فهمت. والصحراء رانا عندنا صحراوي قعدنا من ظهرك اللي يتكلم هون عندي الكهله اللي انا وعابدين ورشيد غطان عنا ما نعرفوه ولا عندنا بها علاقه، والصحراء عاطينها لها هي وعاطينها لك انت معاها وعاطينها لذوك اللي دور الصحراء تستقل، نحن قاع رانا ما ندوروها لا تستقل ولا تحتل سياني عندنا اللي بغاو المغاربه يتموا فيها وتمت عندهم القوه وقاست الجبهه منين تعود الكلام اللي ذنبته، ولا كيف كيف عندنا ما غادينا فيه، والله ما انا مسؤولين عنها اللي استقلت ولا انا مسؤولين عنها اللي احتلت فهمت، ولا عندنا مولي فيها حد، وذيك الناس مردومه عندنا فهمت لو كانوا قاعد يسم لو كان في ايدي انا شي نرفدهم نزرقهم وذا فالزواد قاعد نختار تراب الزواد فهمت. معناه عنه هذا ما يقد حد يخون حد، لا انتم اللي تخونوا الناس، انتم هم اللي تخونوا الناس، ونحن تكلمنا لا قضية الخي عنها كهلة وعزوز قال عنها تشتغل المغاربة والله تشتغل على إسرائيل، لكن احنا ما يهمنا، مهم عنا نحن قاع ما نجاحدين فهمت. وهذا النوع من الكلام وخارج الا رواية واحدة وواحدين شاكين عنهم الصحراء، احنا الصحراء ما لنا شاكين عنهن لا تخسر عليك، ومنين نشكوا عنهن نعتوا للرجل عنهن حقيقية فهمت، رانا ما لنا شاكين عنهن ورانا قاع داخلين قاع منها ضيقه ومشكله قاع الصحراء هذه راهي اكثر قاع الرازيتنا من الحاصلنا منها، اقلل عندنا الداه ميت نهارود فهمت، سابق ذاك ميت الرجال عندنا فيه اللي نختاروه اللي نقدو قاع نحن نعدلو بها دوله ما هو قاع في تراب الصحراء، لو كنا نحن باقيين نعودوا وحدنا نقدو نعدلو دوله نقدو قاع نعدلو ما هو ما نعدلو دوله غير نقدو لا نزعزعوا دوله ما هو قاع مع دوله فيها 200 مليون نزعزعوها بذي الرجال اللي مشات ومات فهمت. معناها ان الصحراء لكن الها هي السلكو للشعب يريد الاستغلال، نحن رانا ما يخطنا بالمداق ورانا ذا نفهموه، الصحراء لا راهي لك ويقنمك بيها الى عتلي تجي فيها شيء.